Hello again. درس اليوم talking about the future. نحكي عن المستقبل، يعني كيف نستعمل جمل وعبارات لنقدر نحكي عن the future، المستقبل. طبعا اللغة واضحة، في تصريف أفعال، في بالمضارع، في بالحاضر، في الحاضر المستمر، يعني في الماضي، في الماضي المستمر، في the future، في يعني طبعا اللي متابع الدروس بيعرف انه وين ابتدينا وين صرنا. هلا هيدي العبارات اللي مستعمله نعبر فيها عن الفيوتشر، مثل tonight الليله، tomorrow next week next month، يعني اكيد غدا، الاسبوع المقبل والشهر المقبل، next year السنه المقبله، in a few days بعد القليل من الايام، كام يوم يعني القليل من الايام، in a few weeks بعد القليل من الأسابيع، in a few years بعد القليل من السنوات، when I retire لما بتقاعد، أوكي يعني لما بصير الإنسان عمره 65 سنة بكل دول العالم، وفي أقل شوي وفي أكثر، بيقدر يتقاعد هو، يبطل بقى يشتغل، والمفروض الدولة تدفع له معاش كل سنة، كل شهر، مفروض. Okay, let's start with the first sentence. We're going out tonight. نحن ظاهرين. Going out مش ذاهبين، يعني ظاهرين الليلة، رايحين يتعشى، رايحين مشوار. Okay. وأكيد في نقول we're going to go out tonight. نحن رح نظهر الليلة. بس هيدا we're going هو the present continuous، الحاضر المستمر، ولكن بنقدر نستعمله لنعبر عن المستقبل اللي هو the future الليلة. صرنا بدل ما نقول we're going to go out tonight، في نقول we're going out tonight، نحن ظاهرين الليلة. I will call you tomorrow، سوف أتصل بك أو بك أو بكم غدا. Okay. See you all next week، أراكم جميعا الأسبوع المقبل. We'll start school next month. سوف نبتدئ المدرسة الشهر المقبل. I'll مش I'll اللي هي الاختصار تبع I will. I'll graduate next year. سوف أتخرج السنة المقبلة. She'll be here in a few days. هي سوف تكون هنا بعد القليل أو بعض الأيام. We're moving out in a few weeks. نحن moving out يعني عم ننتقل من بيت لبيت آخر ومن منطقة لمنطقة أخرى. Okay. We're moving out in a few weeks. نحن ناقلين من بيتنا، طالعين وغيرين بيتنا بهالكام يوم، هالكام أسبوع المقبلين. He'll get married in a few years. هو سوف يتزوج بعد كام سنة، القليل من السنوات. I'm going to move back when I retire. عم يقول هيدا انه بدي ارجع على مدينتي القديمة اللي كنت ساكن فيها لما بتقاعد، يعني هيدا هو اضطر ينتقل على مكان اخر ليشتغل فيه، وبس هلا يتقاعد حيرجع على منطقته او مدينته القديمة. Okay. I'm going to move back when I retire. Okay. كمان كالعادة درس مهم جدا، بيحكي عن the future، عبارات كلها مستعمله، هيدي لازم هيدي نحفظها لانه كلها تستعمل، بس تشوفها معناتها الجمله اللي بتعبرها هي future، تصريفها هو the future، وعم بتعبر عن المستقبل. Okay. If you have any comments or questions, you know where to post them. And until I make another video, you guys take care of yourselves, and I'll be talking to you real soon. Bye bye for now.